هذا واحد من الفيديوهات ديال الشعب الجزائري من الاف الفيديوهات اللي كيروجوا في لي ريزو سوسيو اللي مرتبطين بالحراك ديال الجزائر ضد النظام العسكري. وتم الشعارات الاساسيه التي كانت تصدح بها حناجر الجزائريين في الحراك الا وهو فضح النظام السياسي في الجزائر، يعني نظام عسكري فاشي ماشي نظام مدني مبني على الديمقراطيه وعلى الانتخابات الحره. الشعب الجزائري يعرف بان الرئيس الحقيقي ماشي هو تبون، كيقولوا هما بان تبون جابوا العسكر، الرئيس مزور جابوا العسكر. وفعلا الرئيس الحقيقي في الجزائر هو شنقريح، والانسان اللبيب يعني لما يراقب الحياه السياسيه والاحداث الفنيه والعسكريه والمدنيه التي تقع بالجزائر يكتشف كل يوم يعني حجاج للبرهنه على هذا الشيء. الدليل هو هذا الفيديو هذا ديال كاس العرب الذي فازت به الجزائر مؤخرا. ان شاء الله. هذا الفيديو ديال المنتخب الجزائري تيبين لنا ما قلنا دابا، ان الرئيس الحقيقي في الجزائر هو جنرال شنقريعه ماشي الرئيس بين قوسين المدني المزور تبون. علاش؟ حيت اللعاب الجزائريين يعني عن عفويه عن براءه عن طوعيه قدموا الكاس كهديه ماشي للرئيس تبون، قدموا للرئيس الحقيقي اللي هو الجنرال شنقريعه. وهذا ماشي فرقه عسكريه شاركت في بطوله عسكريه، بل حتى لو كان الفريق عسكري وفاز ببطوله عسكريه، فالعرف في جميع الدول ان الرئيس ديال البلد هو الرئيس المنتخب ماشي هو الجنرال اللي كاين في عسكر ديال هذاك البلد، اللي في الحاله ديالنا هو جنرال شنقريح. ماشي هذه حاله واحده، كاين عشرات الحالات ومئات الحالات اللي كتزكي هذا الشيء. يعني اخرها يعني المثال ديال التقيه ديال هاد الضابطه الساميه من رتبه كولونيل الى كولونيل ماجور. مسعود ابو النوار شفنا يعني هذا الفيديو ديال الكولونيلا يعني كيف انها يعني توجهت بالتحيه اولا للجنرال شنقريحه، ولم تتوجه بالتحيه لرئيس بين قوسين المنتخب او المزور او المصنوع او اللي حاطينه العسكر اللي هو تبون. علاش؟ لان في العرف بل في القانون ديال جميع الدول في الدساتير ان القائد الاعلى للقوات المسلحه في كل بلد هو رئيس الدوله، وبالتالي التحيه يجب ان تعطى لرئيس الدوله ولا ان تعطى لجنرال او اميرال او لوزير الدفاع او ما شاكل ذلك. ولكن هذه الضابطة يعني لم تنفذ إلا ما يجري في دم وفي جينات الجزائريين من كون الجزائر محكومة بالعسكر وليس محكومة بواجهات مدنية. وهذه القضية هذه يعني تزكت أيضا في حفلات أخرى وفي أنشطة أخرى بان فيها أن الرئيس الحقيقي هو شنقريحة ماشي الرئيس تبون، بمثل ما وقع في الاحتفال الأخير في تندوف. وهذا الفيديو ايضا كما قلنا بان بان اللي كيسير البروتوكول العسكري واللي كيسير الرئيس راه هو شنقريحة، بل بالعكس انه يملي عليه ما يجب عليه ان يقوم به بواحد الطريقه يعني بارده وطريقه مهينه ومذله، ليس فقط للرئيس تبون بل مهينه ومذله للشعب الجزائري. والافظع من ذلك ان الجنرال الحقيقي او الرئيس الحقيقي للجزائر اللي هو شنقريحة لم يحترم حتى يعني النشيد وتحيه العلم الجزائري. ولكن هذه المساله هذه يعني راها ليست فقط عند الشعب الجزائري، راه حتى الرئيس تبون بنفسه هو يقر بانه ليس رئيس للجزائريين، وذلك ما عشناه في الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى البرتغال. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية. كاش فخامة قل حق وقعت البرتغال يعني تنهضوا كحجه على انه كل شيء في الجزائر تحت الصباط، الصباط ديال من؟ ديال الجنرال شنقريحه باعتبار الرئيس الحقيقي والحاكم الفعلي ديال الجزائر، بما فيهم تبون حتى هو ايضا تحت الصباط ديال الجنرال شنقريحه. وهذه الوضعيه يعني فتحت الشهيه ديال مجموعه ديال الباحثين والدارسين لتفكيك طبيعه النظام العسكري في الجزائر، اخرهم السفير ديال فرنسا في الجزائر كزافي دغيانكور. وهذا ماشي اي سفير، هذا من الناس يعني بين قوسين الاهرامات ديال الدبلوماسيه الفرنسيه، ومن الناس الذين يصنفون في خانه البروفيل العيار الثقيل ديال الدبلوماسيه الفرنسيه، بالنظر الى انه قضى يعني فترتين كسفير في فرنسا على حقبتين، الحقبه الاولى ديال ساركوزي من 2008 ل 2012 وكان كيمثل الجزائر فرنسا عفوا في الجزائر، والحقبه الثانيه في الولايه ديال ماكرون فلما عينه ماكرون سفيرا لفرنسا في الجزائر من 2017 ل 2020. كنعرفوا اي سفير في اي بلد المهمه ديالو هي تفكيك طبيعه القرار طبيعه النظام في ديك الدوله التي يمثلها باش كيرفع يعني المعلومات الى صناع القرار ديالو حتى يكونوا على بينه من ما
من سيخاطبون او يخاطبون في ذاك البلد. وهذا السفير الفرنسي زافي دغيانكور الف واحد الكتاب اللي هذا الكتاب سميته لينيغم الجيريان. وهذا الكتاب رجع كيفسروا واحد البرنامج حواري استضافوا فيه انا جوي في قناه اوبن بوكس ونتصنتوا للسفير الفرنسي اش كيقول. Ce système justement, on a l'impression quand on voit la fin de Bouteflika avec bon. Et mais quand on voit aussi maintenant le président Tebboune, que c'est un système qui est complètement verrouillé en définitive. C'est un système qui est à la fois verrouillé par l'armée, parce que l'armée algérienne, l'armée nationale populaire, qui est l'héritière de l'ALN, l'armée de libération, dans le fond, se considère comme le propriétaire du pays. Et les civils, comme vous et moi, ne sommes que des locataires, des usufruitiers du pays. Donc l'armée se considère, parce qu'elle a libéré le pays du colonisateur, comme le véritable propriétaire du pays et comme ayant vocation à gouverner. Donc c'est un système verrouillé et un système à la fois opaque. هانتوما كيفاش تصنتوا السفير وممكن الانسان يدخل ويطالع على الحوار كله لان الحوار فيه تقريبا 40 او 45 دقيقه يعني لا يسمح المقام هنا بسرده كاملا. فهو تيعطي تفسير لهذاك طبيعه النظام السياسي في الجزائر. يعود الى ان العسكر في الجزائر يتوهم بانه حجاب الاستقلال بين قوسين للجزائر فهو قد اصبح هو البروبريتير يعني العسكر ولا هو الملك ديال الجزائر. حنا كنعرفوا بان الجزائريين غير كارين. حنا كنعرفوا بان الانسان الا كان كاري شي دار ما عندوش الحق التصرف فيها, ما يصبغها, ما يجي ما يريبها, ما يصلح باب, ما يصلح شرجم, إلا بإذن وموافقة المالك الفعلي ديال ديك الدار. فنفس الشيء الجزائريين يعون بأنهم لا يمكنهم التصرف في القرار العمومي وفي توجيه الخيرات ديالهم إلا بأمر من العسكر ديال الجزائر اللي كما قلنا هو الحاكم الحقيقي هنا. وهذا لا يمكن للمرء إلا أن يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشعب الجزائري يعني الشفاء من هذا السرطان العسكري الخبيث الجاسم على صدورهم حتى يستعيد الجزائريون سلطتهم على القرار العمومي من جهة ويستعيد دون حريتهم واستقلالهم من الاحتلال العسكري من جهة ثانية. ثم وهذا المهم أن يستعيد الجزائريون سلطتهم على المدخرات وعلى ثروات الجزائرية لتوجيهها بما يخدم تجويد عيش الشعب الجزائري بدل أن تبقى ثروات تنهب من طرف العسكر الجزائري لتمويل جماعة الإرهابية وعلى رأسها البوليزاريو.